اهلا بيكم يا حبايبنا. النهارده ان شاء الله هنعمل كبده اسكندراني باذن الله. معانا الكبده اهي متقطعه جاهزه، خليت الراجل قطعها لي وحطيتها في المصفى عشان تصفي الدم بتاعها اهو. خلاص كده صفيت كله، ومعانا حته زبده، ومعانا ثوم مدقوق، ومعانا البهارات بتاعتنا عبارة عن كزبرة ناشفة، ملح. انا بحب احط عليها زعتر، هي الكبدة الاسكندرية ما بيحطش عليها زعتر، بس انا بحب احط عليها زعتر. ما بيتحطش عليها سماء، بحب احط عليها سماء. وعندي شوية شطة، الشطة دي اختياري، وبحط عليها شوية قرفة برضو، وما بيتحطش عليها قرفة بس انا بحب احط عليها قرفة، وشوية زنجبيل وشوية كمون. دي كانت التوابل بتاعتي بتاعت الكبدة الاسكندراني، وانا دقة الثوم بشعرة سكر صغيرة جدا، ومعايا الفلفل الالوان وليمونتين. دي كل محتويات الكبدة الاسكندراني بتاعتي، وشوية زيت كمان مع حتة الزبدة عشان الزبدة ما تتحرقش. وان شاء الله نسمي الله ونقول هنعمل ايه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنولع بوتاجازنا، بسم الله الرحمن الرحيم، ونحط الجريل بتاعنا عليه يسخن شوية. النار هتكون متوسطة مش عالية. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا. احط الجريل بتاعي. وتاني حاجة، بسم الله الرحمن الرحيم، دلوقتي انا حطيت الكبدة بتاعتي، وحطيت الثوم، وحطيت البهارات، وحطيت الفلفل الالوان. شايفين الراجل مخليها مقطعها لي ازاي؟ اسهل ما انت هتقطعيها اهو. ودلوقتي هنحط الليمون، ممكن تحطي ليمون وخل، ممكن تحطي ليمون بس، لكن انا هحط ليمون بس مش هحط خل. هنحط ليمونتين كبار كده، عايزة ليمونتين او اكتر براحتك. وكل الحاجات الجميلة بتاعتنا دي كلها هنقلبها مع الكبدة. الكبدة الاسكندراني يا جماعة ما بتاخدش وقت ولا في التحضير ولا في التسوية. هنقلب كل الحاجات الحلوة دي معانا مع بدايه الجريل بتاعنا يسخن. شايفين نقلب الحاجات الحلوه دي، نقلبها كويس، وهسيبها لغايه لما الجريل بتاعي يسخن كويس. هو على وشك انه يسخن. دلوقتي الجريل بتاعنا خلاص سخن، هحط شويه زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه تعملي بزيت بس تعمليها، عايزه تعمليها بزيت وحته ليا اعمليها. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه تعملي زيت مع زبده براحتك، يعني كله متاح اللي عندك تعملي بيه زبده مع زيت، او زيت بس، او زيت وحته ليا، زي ما بتحبي طعمها اعمليه. انا دلوقتي اهو كده خلاص كده خلاص سخنت عندي، بقت كويسه الحمد لله. وهنزل بالكبده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش هقلبها عشان ما تجيبش الميه بتاعتها وتبقى ناشفه، لا انا عايزاها تبقى جوسي كده وجميله كده ان شاء الله. هكده مش هقلب فيها خالص. المفروض يا جماعه ان احنا بنعمل حاجه اكبر، دي حوالي نص كيلو كبده، نعمل في حاجة واسعة شوية عشان ما نقلبش فيها كتير وتاخد راحتها. الكبدة بتاخد 10 دقايق بالظبط، مش اكتر، مش اكتر يا جماعة. طبعا البوتاجاز عندي عادي، تبقى الكبدة على بوتاجاز نار عالية. هسيبها كده عشان ما تجيبش المية بتاعتها، وهنشوفها ان شاء الله. كده الكبدة اتغير لونها كده. دلوقتي ابتدي بقى اقلبها، اديها تقليبة، اديها
كبده ما شاء الله ما بتاخدش وقت، اسرع اكله. تعملي بقى جنبيها شويه سلطه طحينه، جرجير، مخلل اللي عندك، زيتون، لبت، ترشي اللي موجود عندك جنبها. تعملي بقى تاكليها بالعيش كده، بسندوتشات، بالكايزر، بالفينو، زي ما انت حابه. انا كده خلاص ثواني وهطفي عليها ان شاء الله. كده خلاص شايفين ما شاء الله بقى ريحتها طالعه جامده جامده جامده، اهي ما فيهاش ميه خالص خالص. كده خلاص الكبده بتاعتي، اللي عايز اكل سريع اهي الكبده الاسكندراني، اسرع اكله. شايفين ما شاء الله عليها. كده خلاص ممكن بقى اقطع عليها خلاص. ودي كانت الكبده بتاعتنا الاسكندراني. كده خلاص اقطع عليها بقى. ودي كانت الكبده بتاعتنا الاسكندراني. يا رب تنول اعجابكم وتكون واكون عند حسن ظنكم. اهي جميله ما شاء الله، والله ما قادره اقول لكم على ريحتها التحفه التحفه التحفه. يا رب ان شاء الله تكون الوصفه سهله وسريعه لكل واحد عايز يعمل، او واحده تعمل عايزه كبده سريعه. اهي ما شاء الله جميله جدا، والريحه والطعم وكل حاجه. واتمنى كده ان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني جديد ان شاء الله.